السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم معايا من جديد في هذا الفيديو اللي كنتمنى الاعجاب ديالكم وتستفدوا منها. انا هنايا كما كتشوفوا راني قسمت هنايا من السطوق، يعني درت الفتحه ديال السطوق هنايا. غادي نبدا ندير راندا على الدوره ديال العنب، وبغيت نوريكم كيفاش الطريقه باش كنبداها، يعني كيفاش كندير ليها. هي راه كتبدا من هذا الجهه، كتكونوا ديجا خيطوا الكتف او لقيتوا الكتف، فكتجيبوا دوره نيشان كتبداو من هنا، كتبقاو غاديين حتى كتوصلوا لهنايا. ها نتوما انا هنايا حبست هنايا الخيط، الخيط حبس ليا هنا، وهنا الخيط حبسته هنايا باش نجيب الدوره يعني بالخدمه به. هذا الخيط نيت باش غادي نبدا. ها نتوما كنشد التفليته ديالي كنحطها في البلاصه فين غادي هكا، كنشد غرزه صغيره في الثوب بحال هكا بالفنيته اولا بابره، المهم كل واحد باش كيخدم هنايا، وكندخلها بحال هكا. غتعرفوا علاش هنايا غادي نشد التوب ديالي، غادي نثبتو من هنا ثلاثه، المهم غادي نشد التوب ديالي غادي نثبتو بحال هكا، نثبتو من هنايا على المسافه اللي بغيت نخدم. هكا غنجيب الخيط ديالي ندير بحال هكا، ونشد غرزه في هذه البلاصه هذه، ندخل البرا ديالي هنا ونضرب غرزه هنايا بحال هكا. الخيط كنزيرو على حساب شحال ديال الغرز بغيت ندير. انا هنايا غندير غير 7 ديال الغرزات هادي، بحال هكا نبدا نخدم. غنخدم 7 ديال الغرزات ديالي، ها واحد هنا، زوج، ثلاثة، سبعة، بحال هكا 7 ديال الغرزات. غنجي غادي نضرب غرزة بين الغرزات هنايا في هاد البلاصة هادي هنا هكا، كما كتشوفوا راه الخيط كيدور على الثوب. كنجر الغرزه ديالي هكا، غادي نعاود نطلع. غادي نبدا دابا نضرب بين كل جوج غرزات. انتم هنايا ندير هنا وحده، هنا واحد، هنا زوج، ثلاثة، المهم نحصلو تاني على 7، سبعة هاك. دابا ملي غادي نرجع غادي نحل الكوزة، نبدا نحل الكوزة. غنخدم ثلاثة، ها واحد، والرابعة غادي نقزها وندير تاني ثلاثة، ها واحد، زوج، ثلاثة، وما قلت لكم الرابعة غادي نقزها وغادي ندير بلاصتها عقيقة. كما قلت لكم بلاصة الغرزة الرابعة راني نقزتها درت فيها عقيق، ونخدم تاني ثلاثة هنا بحال هكا ثلاثة، ونشد تاني هنايا في التحت هنا بين هاد جوج غرزات بحال هكا، ونزير الخدمه ديالي. كما كتلاحظوا راه الغرزه الاولى اللي شديت في هنايا، يعني ما بقيتش كنشد فيه غرزه في هاد البره. نعاود نرجع وندير فوق وتحت من العقيقه غرزات، يعني غرزه فوق وغرزه تحت. هانتوما غرزه هنا وغرزه هنا هكا، غرزة نعاودو نرجعو. هاد المرة غادي نديرو جوج عقيقات، واحد
زوج، نجيب عقيقه نشد الخدمه ديالي من هنا ومن هنا دابا هكا باش تبان لكم شنو كندير. ها هي كنقزو هاد العين وكنضربو هنا نجي نضرب غرزة عندي هنايا في الثوب بحال هكا نضرب ثاني غرزة هنا غرزة فوق تحت وفوق من العقيقة بحال هكا. المهم دابا راه كنول البداية هي اللي صعيبة صافي دابا غير غادي نبقى غاديه مع هنيشان وانا خدامه نفس الطريقه وانا دايره هنايا غير جوزات صغيورين كما كتشوفوا يعني ماشي شي خدمه كثيره. دابا غادي نديروا ثلاثه ديال العقيقات حنا غاديين نقزو هادي ونضربو غرزة هنا هكا ونشدو غرزة في التوب بحال هكا ونضربو تاني غرزة فوق وتحت من كل عقيقة هكا غادي نجي هنايا نضرب غرزه ديالي عاد باش غنضرب غرزه هنا بحال هكا صافي يعني راه باينه الطريقه دابا كيفاش هاد الخيط هذا غادي نخليه لتحت هنا ما غاديش نرجع نخدم به حيت ما بغيتوش يتقاضى ليا الفوق هنا نجيب خيط اخر هكا نضرب غرزه عليه هنايا بحال هكا نبقى خدامه عليه دابا نجي ثاني نضرب غرزه هنا بحال هكا هاد البلاصه هادي هنا ونضرب غرزه تحت وفوق كل عقيقه هنا بحال هكا نرجع لجوج نضرب غرزة هنايا التالتة هنا
يعني كنردو البال واش عندنا نفس الغرازي. خاص ضروري يكون عندنا نفس الغرازي، يعني سبعه د الغرازات باش بدينا يبقاو عندنا دائما. هذه هي الرابعه، خمسة، ها ستة، ها سبعة. هنا عاد باش كنضربو على التوب هنا ولا على الخدمة اللي كانت عندنا هنايا، كنضربو عليها ورانا كنخدم على الخيط، مغاديش يبان عندنا، كنخدمو عليه كيما كتشوفو. المهم راه هنايا غير اللول طبعا، المهم غادي نبقى خدامة عليها. دابا غادي ندير كوزة بلا عقيق، هنايا درت كوزة بلا عقيق، دابا سديت، هادي هي اخيرا. غادي نطلع دابا وملي ننزل غادي ندير كوزة بلا عقيق بحال هكا. هانتوما ملي كنخدم كنخدم غرزه تحت وفوق من العقيق، كنطلع كنخدم ثلاثه ديال الغرزي، الرابعه ثاني كنقزها. هاد المره بلا عقيق، غادي ندير كوزه بلا عقيق، يعني تجيني خدمه متناسقه مع داكشي اللي خدمت من قبل في نص السطح.